لسه مكملين في حلقة أسرار على قناة النهار مع الدكتورة سعاد صالح. بأمانة كده، وأنا عارفة إنه طبعاً ده طبع مش فيكي أبداً، ولكن هل ممكن تشوفي أو تبصي للشيوخ أو العلماء الدين اللي بقى معاهم فلوس كتير قوي وبقى عندهم ثروات كبيرة جداً، هل بتبص لهم؟ وبدأت معاها أميرة بدر الجزء الثاني من الحلقة بالخطايا، والخطيئة الأولى هي في البعض بيشوف انه رجال الدين عندهم شعور بالغرور وان هم احسن من العوام. شايفه المقوله دي صح ولا غلط؟ غلط غلط، لان ربنا بيقول فلا تزكوا انفسكم. لا انا بقول هل ده حاصل ولا مش حاصل؟ هل في بعض رجال الدين بيبقى عندهم شعور بالغرور وان هم احسن من العوام؟ اولا احنا ما عندناش حاجه اسمها رجال دين. علماء الدين. علماء الدين. ايوه علماء الدين. علماء هل الدين. هل في البعض منهم لا. عنده شعور بالغرور اللي هو افضل من العوام؟ لا 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 بالعكس، ده هم اكثر ناس في التواضع عشان يقدروا يقوموا بالدعوه بتاعتهم. ولو في علماء دين بيطلعوا يقولوا على الشاشه انت تسمع مني وما تسمعش من غيري، ده غرور ولا مش غرور؟ لا طبعا ما يصحش. انا ما سمعتش على الموضوع ده، لكن ده يعتبر. ولما علماء الدين يقولوا انا رايي الصح واللي انا بقوله هو الصح، لا. وممنوع نجتهد وممنوع نبحث، لا 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 لا. هل ده نوع من انواع الغرور ولا لا؟ ابدا ابدا. هل ده نوع من انواع الغرور ولا لا؟ مفتوح مفتوح مفتوح. هل علماء الدين اللي بيطلعوا يقولوا ممنوع الاجتهاد وخلاص باب الاجتهاد اتقفل وراينا هو الصح واحنا بس اللي نبحث واحنا بس اللي نجتهد وانتوا لا، هل ده نوع من انواع الغرور؟ إذا كان إذا كان حاصل يبقى يبقى غرور. لكن أنا من خلال يعني معاملتي معاهم رجال أساتذتي ورجال واللي بيقول كده علماء الدين وكده، أنا بتكلم على اللي بيقول كده. اللي بيقول كده يبقى غرور. طب غرور. طيب أما الخطيئة الثانية هي خطيئة الشهوة، برضو للأسف الشديد إنه في البعض اللي بيتهم بعض رجال الدين ان هم او علماء الدين ان هم دايما مهتمين بالتفسيرات اللي بتخص المراه والجنس والشهوه، ودايما هو ده اللي شاغل بالهم اللي شاغل تفكيرهم، شايفينه حاجه مهمه قوي، مع ولا ضد؟ هو طبعا في حاجه اسمها ايه؟ الفطره الانسانيه. والربنا سبحانه وتعالى حينما خلق الذكر والانثى جعل في كل منهما ميول او فطره الميل الى الاخر. الميل ده معناه الاشتهاء، وعشان كده ربنا حط ضوابط عشان يمنع الوقوع في هذا الاشتهاء. اول ضابط كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهم ويحفظن فروجهن. هل في هوس بالفتاوى اللي بتخص المرأة والجنس؟ في هوس بيها؟ لا، هو لأن المجتمع أصبح محتاج لمعرفة حقائق هذه الأحكام. يعني إحنا كل ما بنقدم في حاجة تانية أهم، كل ما بنقدم برامج بنسأل فيها عن عمليات الطلاق والزواج العرفي وكده. أيوه بس في حاجات تانية أهم. يعني دلوقتي كل ما نفتح برامج يعني بنلاقي الشيوخ طالعين بيتكلموا معظم الأوقات على على هذه الفتاوى، مع ان في فتاوى تانية اهم بكتير. ليه مركزين في الموضوع ده قوي؟ حسب ما بيجي لهم يا امير، حسب ما بيوجه لهم. يعني هم هيروحوا كده من نفسهم عشان يقولوا مثل هذا؟ لا، بيتسالوا. فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهم كاهل ذكر بيتسالوا في مثل هذه المسائل. يعني خيانه الزوجه لزوجها، زواج القاصرات، خيانه زواج القاصرات، زواج القاصرات. في من افتى انه تتزوج صغيره 11 سنه تتزوج، لو هي جسمها مليان وحلوه كده تتجوز عادي، مع ولا ضد؟ هو طبعا مع ضد طبعا، وضد وضد. بس المشكله في الموضوع ده، ما فيش بتطلع تقول كده. المشكله في الموضوع ده، ده مش بس بيقولوا كده، ده اللي بيجوزوهم كمان. ايوه طيب، وده غلط. هو الخطا. هم الشيوخ دول جم منين؟ جم منين الشيوخ دول؟ عند تاثر بتيارات وافدة الى مصر. طيارات ايه؟ أزار. طيارات ايه؟ سلفيه. طيارات سلفيه. مع الموضوع ده لحد دلوقتي وبيشجعوه. زواج القاصرات وانه البنت لو جسمها مليان وتقدر انها لو تطيق الزواج.
لكن النص عن الرسول طب ما هو هما جابوا الكلام ده منين؟ انا بقول لك جابوا الكلام ده، يقول لك ان ما فيش نص يحدد سن الزواج، وبيستندوا بحديث السيده عائشه ان الرسول تزوجها وهي صغيره. وانا بحثت عن هذا الحديث ولقيته حديث غير صحيح. والخطيئه الثالثه هي بامانه كده، وانا عارفه ان طبعا ده طبع مش فيكي ابدا، ولكن هل ممكن تشوفي او تبصي للشيوخ او العلماء الدين اللي بقى معاهم فلوس كتير قوي وبقى عندهم ثروات كبيره جدا، هل بتبص لهم؟ شوفي، الحسد تمني زوال نعمه الغير، ومقابل الحسد الغبطه. الغبطه يعني انا عايزه ابقى زيه بس افضل النعمه عنده. فرق ان انا عايزه اتمنى ان انا ابقى زيه. أيوة. بس النعمه تفضل عنده. بالزبط. لكن ما تمناش ان النعمه تزول من عنده تزول وتبقى عندي انا. طيب الشيوخ اللي حققوا ثروات كبيره جدا، ومش هخش في اسامي لكن الناس يعني ناس فاهمه احنا بنتكلم عن مين كويس، عملوا الثروات دي منين؟ من الاعراض والسفر. ها، من الاعراض. مش عالم الدين ده ودلوقتي يكون شخص زاهد ولا مش لازم يبقى زاهد؟ بيبقى عالم الدين المفروض يبقى زاهد ولا مش لازم، مش مطالب منه ان هو يبقى زاهد؟ في ضرورات للحياه يا امير. طبعا ربنا بيقول على الانسان وحب المال ايه، وانه لحب الخير لا شديد. وبيقول ايه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بس باعتدال وبكرامة وبعفة نفس وعدم مطاجرة. على فكرة مش دول اللي انا بتكلم عنه. وعدم مطاجرة، انا ما بتكلمش عن المفروض، انا بتكلم على في واقع دلوقتي، في بعض الشيوخ كونوا وحققوا ثروات كبيره، تلاقي شيخ راكب عربيه بخمسة مليون وبعشرة مليون وبيتباهى وبيغيرها كل سنه وبيتزوج مره واثنين وثلاثه واربعه ويطلق ويتجوز تاني مره واثنين. انا معاكي، انا عايزه رايي في دول، بس رايي عشان عارفه ليه. هقول لك ليه انا عايزه اعرف راي حضرتك. تمام، عشان الناس دي بتطلع وبتتكلم وناس ملايين بيصدقوهم وبيمشوا وراهم للأسف. طيب. ده يرجع لوسائل الإعلام نفسها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تهرب من السوء اللي عملته. ويحذركم الله نفسه. شوفي، يحذركم الله نفسه. أما بقى الخطيئة الرابعة هي خطيئة الشراهة. الناس اللي بتحب الأكل قوي، حبوا الأكل، خطيئة؟ حب الأكل عايز ياكل كتير، دي خطيئة. خطيئة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إنه لا يحب المسرفين. فلا، فالمفروض إن ربنا نهى عن الإسراف ونهى عن التبذير، وهي لا طبعا خطيئة لمن يعمل هذا. يعني أنا طبعا هي حلقه كلها عن اراء دينيه، فعايزه انه دكتوره سعاد صالح تفتح لي قلبها. انا بفتح اكتر. طيب، مش هننكر برضو انه بيكون في جلسات تحت مسمى الدين، بنقرا قران، بنقول تواشيح وحلقات ذكر، بنلاقي الاكل كتير والولائم كبيره وضخمه جدا. هل بتشوفي ده نوع من انواع الشراهه؟ طبعا، ونوع من انواع التعلق بزينه الحياه الدنيا. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ده ربنا وصف عباد الرحمن في سوره الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وبعدين قال لك والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. طيب، وكان بين ذلك قواما. في نقطة تانية في الشراهة. في نقطة تانية في الشراهة. شهر رمضان شهر صيام. بنصوم عن الأكل وبنصوم عن الأفعال الوحشة وبنصوم عن كل حاجة المفروض مش كويسة. هل بقيتي تحسي زي كده؟ أنا حاسة كده الصراحة. إنه شهر رمضان بقى شهر الأكل. بناكل فيه أكل. فين يا جماعة الصيام ده؟ وأنا عشان أصوم النص الأولاني من اليوم معنى كده ان انا النص التاني اكل بط وحمام ومحشي ونكتر بقى في الانواع والحلويات ونحلي، هو فين بقى الصيام في كده بقى؟ بصي يا هو ده صيام؟ في
في حاجه اسمها عادات وتقاليد. اعرف واعرف. اه بيتحكم في ناس كتير. اه يعني انا مثلا الاقي ارتفاع اسعار وبتاع في نفس الوقت اول ما تيجي مناسبه دينيه الاقي الفلوس ظهرت. اه صح طوابير. صح انا مستغربه. ايوه شهر رمضان شرع لكسر حده الشهوه. كمان سالت اميره بدر دكتور سعاد عن الخطيئه الخمسه وهي خطيئه الغضب عند الناس. في ناس لما بتغضب او بتحقد على حد او بتغير منه او بتحسده او 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 بتلجأ للسحر وبتلجأ للاعمال وده موجود مش هننكره. هل بس انا ماليش فيها. هل الاعمال والسحر انا ماليش فيها موجودين اصلا ولا لا؟ موجودين وكل حاجه ولكن انا ما اقدرش اتكلم في الموضوع ده لان مش تخصصي. مش تخصصي. انا تخصصي فقه. الموضوع ده متعلق بالعقيده السحر والاعمال والكلام ده. بس هو موجود. موجود طبعا موجود كل حاجه. في ناس فعلا بتعرف تعمله. ده في فنانين مخصوصين بيروحوا عشان السحر والشعوذه. اه فنانين مشاهير ممثلين. آه يعني آه ممثلين ولاعيبه كوره ومشاهير. آه يعني آه مشاهير. اه ده كفر؟ لا مش كفر. لا يصل الى حد معصيه. معصيه كبيره. لازم ندي درجات للحاجه. اه في درجه المعصيه في درجه الكبيره. بس في ناس بيطلب منها حاجات في الاعمال وفي السحر وفي الكلام. آه ده بيطلب منها حاجات ممكن تؤدي للكفر. ايوه لا تعدي للوقوع في المعصيه. السحر الاسود الاعمال السفليه ده مش كفر. هو ربنا سبحانه وتعالى طبعا نهى عن موضوع السحر دوت في سوره البقره. لكن يعني للاسف الشديد يجب ان يكون في دور لعلماء الدين في محاربه مثل هذه الخرافات وزعم العاد ان يترتب عليها تاثيرات لا اخلاقيه. اه يعني لما اي بنت اتاخرت في سن الجواز وروحي يا حبيبتي عند الشيخ الفلاني يفك لك العمل والشيخ الفلاني يخدرها 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 ويعتدي عليها وياخذ شهوته منها على اساس ان هو بيعالجها. انا الحاجات دي بتجيلي كتير. يعني مش بس كده اميره بدر كمان سالتها سؤال يخص الحجاب وهو دكتور سعد الدين الهلالي طلع وقال وكذا مره مش مره واحده انه الحجاب مش فرض. مع ولا ضد؟ ضد. ضد. الحجاب فرض. ايوه الحجاب فرض. واجب. واجب. واجب ولا فرض؟ واجب. في فرق بين الفرض والواجب. اه الصلاه فرض. اه الحجاب واجب. ايه الفرق؟ بين الفرض يعني ما يتركه او باللي بيتركه وينكره يصل الى درجه الكفر. طيب يعني لما اقول لا ما فيش صلاه ما فيش زكاه ما فيش حاجه. اه لكن الثاني الواجب بيبقى ثابت بنص ما فيهوش الامر او الالزام. ها فالاجتهاد بقى بيقوم بهذا الدور. الدكتور سعد اجتهاده ان كذا وسعاد صالح اجتهادها انه كذا. وكل واحد في الادله. طب الست اللي ما تبقاش محجبه وتاخد براي اجتهاد الدكتور سعد الدين الهلالي تاخد برايه تتحاسب؟ تتحاسب. ازاي؟ ما هو عالم دين. ولا يعني انا المفروض عالم دين اصحح الناس ولا اخطأ الناس؟ شايفه ان هو كده طبعا يعني ان ده عندنا نصوص في الحجاب يعني وليضربنا بخمورهن على جيوبهن. سؤال اللي خدوا برأي دكتور سعد الدين الهلالي هو اللي هياخد وزرهم ولا هم هيتحاسبوا؟ هو لانهم اعتمدوا عليه. يعني احنا كعلمات او كعلماء يجي يسألنا او تسألنا اي حد الرأي اللي انا بقوله لها انا اصبحت ملزمة عليها. لكن هي مش ملزمة. لا هي مش ملزمة. النقاب واجب ولا لا؟ لا 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 بيقولوا مستحب لكن انا مستحب ولا مش مستحب؟ هم بيقولوا لكن انا ما بقولش. مين هم؟ اللي هم المتمسكين بالنقاب اللي هم ليس هناك نص لا من القرآن ولا من السنة
على النقاب. هم مستندين على وإنما يعني حاجة واخدينها بالتوارث. واتكلمت دكتور سعاد عن تعدد الزوجات وقالت تعدد الزوجات ليه شروط ولا مش مشروط؟ اللي عايز يتجوز يتجوز. لا ليه شروط طبعا. ليه شروط طبعا. لا معلش ننور بقى الحته دي كده ونبروزها بعد اذنك. انا عايزه ابروز الحته دي. اهم حاجه يعني الراجل اللي متجوز وسعيد في حياته ومبسوط، هل من حقه بدون اي اسباب يتزوج مره اخرى ولا مش من حقه؟ اذا كان مفيش مبرر ودافع لان هو يتجوز مره اخرى واتجوز ولم يعدل بين الاثنين فهو عاصي وآثم ومعاقب. معاقب. معاقب. ايه الاسباب اللي ممكن يعني ايه الاسباب اللي تخلي راجل يتجوز اللي ده يكون تبرير ليه او يكون يديله اباحه انه يتزوج مره اخرى؟ هو للاسف الشديد في البعض يقول لك ايه، انا ما انا قادر على ان اتجوز. اه معايا فلوس وقادر اصرف على بيتين. يقول لك وقادر على ان اعدل. وتبص تلاقي زوجات مبسوطين جدا مع بعض. اتجوز اثنين ثلاثة أربعة. أنا أعرف أحد الدعاة كان يروح التلفزيون من التلفزيونات قناة من القنوات ومعاه في عربيته الأربعة منقبات حتى ياخدهم بيساوي بينهم في المشوار. في المشوار. هذا يقول لك طب ربنا قال لي عدل وانا بعدل. هم الاربعه معايا. هو كل واحده حقها ازاي والاربعه معايا؟ خلاص يعني. طيب لازم يكون في ايه اللي يدي الحق ان الراجل يتجوز مره اخرى مره تانية؟ هو طبعا هل في شروط لده؟ هل مشروط؟ هل الزواج باخرى مشروط؟ مشروط بالعداله. وايه كمان؟ هل مثلا مراتي ما بتخلفش؟ يعني ما في برضه في اراء بتقول كده. رضا الزوجه واللي مش راضي. اللي بيشاضيها تطلب الطلاق. يعني في يقول لك ايه، هل من حق الزوجه اللي هي تشترط على زوجها انه ما يتجوزش؟ لا مش من حقها. من حقها انها تقول ان تزوجت عليا فانا من حقي الطلاق. كمان اتكلموا في موضوع مهم وبيهم ستات كتير قوي وهو خدمه الزوجه للزوج في البيت. خدمه الزوجه للزوج، هل ده تفضلا منها ولا واجب عليها؟ مش واجب. مش واجب. ولم يرد نص بالوجوب. وبعض الفقهاء بيقولوا ان لو كانت الزوجه تخدم قبل الزواج في اسرتها يبقى يجب على الزوج ان هو يوفر لها خادم. بس اهم حاجه القدره، واهم حاجه التفاهم والتشاور بينهما. يعني خدمة الزوجة للزوج مندوبة مستحبة. مستحبة تفضلا منها. أيوة تفضلا من باب الإحسان. من باب الإحسان. ما سماش تفضل، من باب الإحسان يعني من باب الفضيلة والزيادة. لو ما عملتهاش في عليها ذنب؟ لا ما عليهاش ذنب. لا ما عليهاش. وختمت معاها أميرة بدر الحلقة وسألتها لو في أي فتوى حابة تعلن عنها، وكان رد دكتور سعاد هو والله فتوى تحريم الإجهاض. فتوى تحريم الإجهاض. إن البعض ما بيعتبروش حرام ولك إلا بعد 120 يوم، وهو حرام من يوم أول ما يحصل النطفة تلتقي بالبيضة أصبح نفسه إنسانية. فأنا نفسي يبقى في فتوى ملزمة إلا تحريم الإجهاض. إذا كانت المرأة كمان هتتضرر يبقى في الوقت ده عندها مرض يمنعها من استمرار الحمل. أو مغتصبة. يبقى إذا لو الطفل مريض أو معاق. لا. لأن إحنا ما افرض إن هي ولدته سليم وزي الفل ثم حدث له تشوه بعد ذلك. وهو كامل قدامها. ده قتل نفس. ولا تقتلوا النفس حتى لو في يوم. حتى في يوم ده في شيوخ بتقول لك 3 شهور. لا انت شوف السونار لما الواحد بيروح من السونار بيلاقي بيلعب من اول ايام تلاقيه بيلعب ففي روح او نقدر نقول في نبض. مين من حقه يفتي بهذه الفتوى؟ مين مين اللي يقول؟